ازيك يا شادي؟ ازيك؟ انا عايزه اشكرك جدا وماما بتشكرك قوي على اللي انت عملته علشانها. دي فرصه كانت مهمه جدا الحقيقه بالنسبه لها. ولا حاجه، ما حصلش حاجه. انت كويس؟ في حاجه؟ كنت بقيت ليله في القسم. ايه ده؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ نادين اتبلت عليا وقالت اني ضربتها. بابا عرف يخرجني من القسم من غير شوشرة يعني، بس كان لازم يديني محاضره. وهي ليه تعمل كده اصلا؟ مش عارف اقولك ولا لا. هي بصراحه عايزة فلوس أكتر بعد الطلاق. مش عارفة أقولك إيه بصراحة. تزعلش، أنا كمان يومي ما كانش ألطف حاجة فعلا؟ النهاردة كان أول يوم ليا في تدريب التخرج في مدرسة ثانوي بنات. بنتين هناك يا شادي رجعوني 5 سنين ورا، فكروني بكل اللي كان بيحصل لي أيام ثانوي. وكان إيه اللي بيحصل فيكي أيام ثانوي؟ مش عايزة أحكي لك حاجات كتير، بس ممكن أديك فكرة. يعني مثلا في فترة كده كان في استلطاف بين ماما وأبو أصيع واحدة معانا في المدرسة. البنت عرفت، ما أقولكش على اللي كان بيحصل فيها. لبان في شعري، حشرات في شنطتي، كتبي بتتقطع، شنطتي بتتقطع، هدومي بلاوي. بصراحة ما كنتش متخيل أبدا إنك كده، كنت متخيل إنك مسيطرة في الثانوي يعني. أنا؟ خالص، أنا كنت خجولة جدا، يعني لو أنا وأنت كنا في نفس المدرسة عمرك ما كنت هتفتكرني. لا أكيد كنت هفتكرك. بس أكيد يعني أكيد يومك أصعب، أنت قضيت ليلة في القسم. مش عارف إزاي طارق ما قالكيش أصلا، هو اللي وصلهم ليا. هو الحقيقة أنا وطارق في ما بيننا شوية مشاكل. ودي كانت شرارة خفيفة بين شادي وفرح. طيب أنا هقوم أكمل شغل. اتفضل. ميرسي مرة تانية. العفو. بتعملي إيه هنا؟ اطلعي برا. لا ده مكاني. أنت بتتبلي عليا يا نادين؟ بتتبلي عليا؟ أنت بتضرب مراتك يا شادي. بقول لك ايه، انت لو فاكره الشويتين دول هيوصلوك لحاجه تبقي غلطانه. حلو، يبقى انا هقعد في السويت بتاعي هنا لحد ما تطلقني، بس ساعتها بقى هاخد المؤخر اللي اتفقنا عليه زمان. مش الملاليم اللي انت عايز ترميها لي. انت تحمدي ربنا اصلا ان انا ما فضحتكيش. انت نسيتي ولا ايه؟ بعد اللي انت شايفه ده انت عارف انا ممكن ادفعك قد ايه؟ ده ابتزاز رسمي يا شادي. بس متقلقيش مني، انا بعرف اتعامل مع نادين. هي ليها طلعات كده بس انا بعرف احجمها. المهم انت ايه اخبار التدريس؟ قولي لي. كارثه، مصيبه. عارف انا لو في ثانوي مع البنات اللي انا بدرس لهم دول، لو كنت لسه في ثانوي يعني، دول كانوا بهدلوني. انت عارفه انا لو كنت معاكي في ثانوي كانش حد يعرف يقرب لك. شادي اظن انا قلت لك قبل كده انت لو كنت معايا في ثانوي ولا كنت هتلاحظ وجودي اصلا. واظن ان انا برضو قلت لك قبل كده انه طبعا كنت هلاحظ. وانا بقول لك تاني يا شادي، انت لو كنت معايا في ثانوي كنت هتركز مع البنات اللي شبه البنتين اللي مطلعين عيني دول. وانا بقول لك ان ده فعلا كان هيحصل بصراحه. تمام. حلو الصراحه. كان هيبقى فايتني كتير طبعا بس بصراحه. اوكي. ايه، في حاجه؟ ده طارق عايزنا نتكلم. اوكي. طب هو انت فرح حاسه بايه دلوقتي؟ انا متلخبطه. طبيعي طبعا، هو اللي بيحصل حوالينا ده برضو غريب انا فاهمك جدا. انا عشان كده برضو كنت عايز اكلمك في حاجه، مش عارف ليها معنى ولا لا، ولا ليها لازمه اصلا ولا لا، بس في وسط كل اللي بيحصل ده انا عايز ابقى معاكي. بس انت قلت قبل كده ان انا زي اختك. ايوه بس انا بعدين عرفت ان انا عايز ابقى معاكي. فرح ان انا حاسه ناحيتك عمري ما حسيته ناحيه اي حد قبل كده. وبعدين احنا اتقابلنا من سنين ودلوقتي انت ام ابني، فدي حاجه غريبه مش كده؟ انا مش مؤمن بالحاجات دي يعني، بس ده اكيد ليه معنى. انا عارف ان ده مش الوقت المناسب، بس أنا حسيت إني لازم أقولك كده. أوكي.
في المسلسلات العربي دي بيبقى اسمها العقدة، والمفروض ان محدش بيبقى عارف حلها ايه، بس فرح عارفة. ما تخلص بقى يا اخي وتقول لها انك بتحبها. بجد يا سيادة القبطان. نادين هم قطعوا المية؟ شكلهم كده فصلوا التكييف كمان. انت ايه شغل؟ بعدين انت بقالك ساعة في الحمام بتعملي ايه؟ الظروف. هكون بعمل ايه؟ رغم كل الحاجات اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ هفضل انا عارفة بقى. زي قال لهم يقطعوا عندك انت كمان في الأوضة. كل حاجة مش مهم. المهم دلوقتي قولي لي اتصرف ازاي؟ جاتكم القرف. خير يا طارق؟ كنت عايزني في ايه؟ عايزك عشان حاجه. استنى يا اخت. مش هينفع يا طارق، ماما هتغني النهارده في الاوتيل. بجد؟ بس مش عشان كده، بس في حاجات كتير اتغيرت يا طارق. مفيش حاجه اتغيرت يا فرح، انت بتاعتي، انا بحبك وانت بتحبيني. حاولي تسامحيني بقى يا فرح. انا مسامحاك يا طارق. امال ايه؟ في حاجات كتير اتغيرت، مش عارفه اشرحها لك ازاي. كل ده فرح عشان انا كدبت عليكي؟ بالتاكيد لا، بس فرح كان لا يمكن تقول. انا اسفه يا طارق. ايه غيرت رايك ولا ايه؟ اه طبعا. اتفضلوا. يا ريت تحكوا المدام نادين اللي حصل بالظبط. ضربت نفسها قدامنا كلنا. كنا بنوضب السويت وشفناها. حضرتك ما لمستهاش اصلا يا مستر شادي. ميرسي جدا يا جماعه. تلمي بعضك وتطلعي على القسم تسحبي المحضر. أنا ممكن أجيب 20 شاهد قدام دول يقولوا إن هما كانوا موجودين معانا في السويت في الوقت اللي بتقولي إن ضربتك فيه. أنا ممكن أبقيتك في الحجز يا نادين، بس أنا مش هعمل كده. ليكي أوضة أنتي ونيرة، تقعدي فيها لحد لما تدبري أمورك. أنا بعمل كده بس عشان أنا راجل محترم. آه. التنازل ده تمضي عليه دلوقتي حالا. كده كده انت مالكيش عندي ولا مليم. انت طالق نادين. يعني ما اجيبلكيش هدايا؟ ماجد احنا اتفقنا ان احنا ناخدها واحده واحده. ومش العربيه خالص المهمه بالنسبه لي الفتره دي. فرح حبيبتي انا فاهم، بس انا عايزك تتخيلي انه انا من 5 سنين بس ما كنتش لاقي اجيب بسكليته، فلما دخلت حياتك لقيتها مظبوطة، كل حاجة موجودة، دراستك، شغلك، مخطوبة، حامل ما شاء الله. أنا فاتني كل أحداث حياتك المهمة، فكنت عايز أعمل حاجة تفرق. ما تقوليليش إنه العربية مش مهمة. طيب يا ماجد أنت عندك حق في النقطة دي، العربية فعلا هتبقى مهمة الفترة اللي جاية، لأنه طارق مش هيوصلني تاني خلاص. ليه اللي حصل؟ الظاهر ان المره دي في حدث مهم في حياتي مش هيفوتك. يعني انت مش ناويه تديله فرصه تانية؟ اصل احيانا فرح حبيبتي الدنيا لما بتتغير بنشوف الناس بشكل مختلف. بالظبط، هو ده بالظبط اللي حصل. يعني اول ما الموقف ده حصل انا ده فين يا ماجد؟ عجبك اللي طليقتك عملته فيا ده؟ الهاله بوظت لي حفلتي. بسيطه خالص، ده بقى مجرد سوء تفاهم يا ماجد. طيب ماجد هنتكلم بعدين. ربنا يكون في عونك. سوء تفاهم ده ايه؟ الهانم كانت جايبه لي فرقه حسب الله، وبعد ما انا اتفقت مع فرقه وسط الامن ان هم ما يدخلوهمش ومشيوا. ما بصراحه كانت عره قوي يا ماجد، فرقه ما ينفعش خالص تطلع على الاستاد. مش انت يا علم اللي تقولي اذا كانوا عره ولا مش عره. انتوا فاهمين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ضيعتوا اهم